سيدنا الإكرام هو هيدي جوهر دو جوهر ودو هيدي الجوهر وهيدي الدو مفرد أضرب لا مضرب طيب ماشي لا مضرب دشش وين دشش شيش بيش دشش عم اقول لك انت هون لزلكوني شيش وبيش انت عيونك شيش بيش انا عيوني شيش بيش هاي دشش عم راقب كل شيء كل الامن ليل نهار شيش وبيش انت اكيد ايه اكيد معلوم اكيد انا واقف لك ما ضر الظهر انا رح اتاكد منها كيف اتاكد جردلي رجعنا الكاميرا اذا بتريد شيش بيش قلت لك شيش وبيش بس على كل إن هي الكاميرا ما بتسوى شو وقت تسوى الصورة عطيت انه شيش وبيش لا ما خص هي الصورة هيدي ما بتسوى لو عم بتصوروا فيها احدث كاميرات في هيدي احدث كاميرا هاي رزق الله عيان الراد هي راد كنا نصور فيها وقت ذهب مع الريح ما قال سنة نازل الراد الراد عطيها حبيبي نحن صورنا فيها اي تي كمان اي تي اي تي ايه قديم كثير هيدا ايه طبعا ايه بالراد هو الكاميرات الجديد ما بيسوى عم كنت تتمثل من هذيك الايام ايه معنى كنت اي تي مرحبا اهلا يا اهلا اهلين فيا اقعد فيك تقعد ما بعرف ما قعدت ولا بسط لا مرحبا ولا دستور فيا حبيبي ما تواخذني اهلا معك المخرج رياس فرج الله ايه مرحبا شو بيك رياس فرج الله ايه بتصير صارت مع واحد بعرفه ايه بس بصح تعمل اعراض شو بتصير وبالصح يا حبيبي انت وياه اسمي رياس فرج الله اسم هيدا اسم انا بعرف واحد كمان اسمه كيرلوس فرشو رياس رياكوس اسم فرج الله اسم العائله الحمد لله المهم مين فيكم ابو رياض مين شو مين فيكم ابو رياض انت شو انت كيف تلاقي يعني مين معقول يكون فينا ابو رياض ما تقول هو ما هيك عرفني هدي برافو برافو عرفني حضرت ابو رياض انا ابو رياض حبيبي ابو رياض شو بتعمل حضرتك انا مخرج قلت لك بعرف مخرجين كتير شايف على طرزك كتير وطلع انزال طاطي واذا تشوف حالك مخرج بتطلع لنا بالعالي انا كل اصحابي مخرجين جورج لوكاس ستيفن سبيلبرغ وينتن تارانتينو ناصر فقيه كلياتهم أو كلهم أصحابك مخرجين؟ طبعا. إيه ما تفكر إنه أنت مخرج وكل شيء. فهي يا حبيبي يا أبو رياض هلأ كمان أنا رح صير من أصحابك إذا بتخدمني هالخدمة. يا عيني. والله قصدك بخدمة. قصدني بخدمة؟ أيوة. تفضل يا بابا قول. إحنا هلأ عم نعمل بروجرام جديد. أنجد؟ إيه شيء مثل الكاميرا الخفية يعني. إيه؟ نعمل دروبة بالعالم وهيك. أنا ما بحب أطلع على التلفزيونات ولا بحب أعمل دروبة. ما شغلتي أعمل دروبة. لا أبو رياض. ما بعمل. هذي بتبقى مركبة يعني تركيبات بيبقى يعني كلهم عارفين. بعرف كومبين وما كومبين إيه؟ ما بحبهم. مقالب يعني اكثر من انه هي ضرب ويعني تيجي تضرب حدا ما تقول لي شيء هيك ما بحب انا ما بحب اعملهم بس انا كنت حابب اول حلقه يا ابو رياض يا حبيبي انه تكون هيك جيب فنان كبير وعظيم يعني شكرا واعمل بلش بالحلقه كثير قويه فهمه ما يا سيد ارياس ما تضغط عليه اذا قال لك لا يعني لا ما بده يطلع ما بحب الظهور الاعلامي ما بحب الظهور الاعلامي بس يا ابو رياض انت عم تفهمني غلط عم تحكيني انا بدي ممثل يعني محترف مثل كبير كتير يعني لبلش فيه أول حلقة ما عم بقول لحتى العالم بس تحضرها يعني يقول ها يعني جايبين عالم كبير على المسلسل ما بدك ياني يعني أنا ما ببصي لا يا أبو رياض أنا ما بدي إياك لك فهمني غلط يمكن ما بدك ياني لي لا مين بدك لك مين بدك صاحبك عباس 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 بدي مسي عباس ما بيمثل يا ابني عباس مشحر هيك طفل وديع لحاله ما عايش بحياته بس انا سمعت عنه وحضرت له يعني عباس مثل كتير كبير ايه هو شاطر كتير بالتمثيل هو مثل ديرتي دازن كنا انا وياه وكوجاك بدك تخدمني هالخدمه وتحكي لي اياه وتقنعه لنجي نعمل فيه الضرب تعمل ضرب بعباس ما حدا بمد ايده عباس عباس ابني هيدا حبيبي ابو رياض يا حبيبي هيدولي مقالب مش ضرب يعني انه عم نعمل مقلب تمثيل وكلهم عارفين وكله تمثيل بتمثيل يعني شو بده تحكي القصة يعني رح يكون فايت على مطعم هو ورح يكون بنت حلوة هيك قاعدة كمان هيك ورح يجي عباس يزنخ عليها عباس عباس ايه لك تمثيل يا رياض تمثيل يا حبيبي ورح يجي صاحبها طبعا مش رح يرضى يزنخ له على صاحبته يعني خلقية رح يضربه
يضرب عباس؟ ولك تمثيل يا ابو رياض تمثيل، وبعدين رح يقبض مصاري بيعمل له قرشين فيها. اه بيقبض مصاري كل شيء. يعني عباس بده يطلع التلفزيون بصير يعرفوا العالم كل شيء 100%. بصير يقولوا هيدا هو بيمثل كل شيء، بصير يقولوا هيدا صاحبك لك وين وعد كبير. اوكي انا بحكي معه، بدي اتكل عليه. خلص ما تعتل هن. طيب بس اهم شيء تبعد لي هالمزبله اللي حامله بايدك. هاي مزبله؟ لا تزعل مني قبل يمكن كلمتي تطلع واقفه او شيء. لا هيك عم بتهني. هيدا شو عم تدخنه هيدا؟ هيدا سيجار، كيف تقول له مزبله؟ هيدا سيجار؟ هيدا مزبله السيجار. لا ابو رياض الله يخليك. اذا بدك انا بحكي لك بعده عني. ريحه مزوق. ايه بحكي لك مع صديقي فيدال، كل شهر بيبعث لي سيجار. فيدال؟ مين فيدال؟ فيدال كاسترو. فيدال كاسترو صديقك؟ ايه بكوبا، كل شهر بيبعث لي سيجار ملفوف على فخاض الدجاج. فخاض الدجاج؟ ايه طعمته على طاووق جاي. خلص مشينا. ايه فخاض الدجاج. شو مشينا؟ سيجار على طاووق. هونيك بلفوا على فخاض الدجاج. ايه حبيبي. ايه هيدا كمان معمول هيك، بس هاي الصيصان هيدا. اصغر شوي بيجي. يمكن ايه. ما ملفوف بورق تواليت او شيء ما بعرف. المهم يا ابني شو رقمك؟ ايه راح اعطيك كارتي. لا 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 تعطيني كارت عمالك. طوفي. نعم شو انت؟ تليفون. تفضل. شكرا. بعد في منه هيدا؟ طبعا. شو رقمك لعمل لك مست كول؟ 03. شو هلا عم تطلب؟ ايه 45 55 678. ما في 9؟ لا حبيبي انا 7 ارقام. طلع طوفي. شو طلع؟ تليفون. وين تليفونك؟ شو هذا رقمك؟ ايه هيدا انا. اذا بدك شيء عصر اي شيء دق لي. شو حتشخشبني انت هلا دقيت لي منو مست كول؟ ايه طيب شو بدك؟ شو فرقة معك؟ دق لك لحتى تصير معك رقمه كمان انت. يلا فل الله معك. ما تنسانا الله يخليك. خلص ما نسيك روح. خلص. الله معك حبيبي. الله معك استاذ. ان شاء الله بتخسر. شو اسمه؟ أرقدون؟ رياؤوس. رياؤوس. شو أرقوشة؟ رياؤوس رياؤوس. ايه. ما بتشوف. دشش. من شوي بتقلي دشش مع الجهار هيدي. روح فيلم انه ما بدي العب معك. كيف ما بتلعب؟ انت بهي زعبي. انا عم زعبي بالقرين بيني قدامك من جوا. هيدا دشش. هلا بدك ترجع تقلي شو انه مش مبيني هون، خلينا نعيدها. لا. ليك في هبوب والعراب وفتاك. لا تقول لي فتاك، لا تقول لي فتاك ابو صبحي. ما نشط لي دمي هذا الأسبوع الماضي، حطيت هذا كل دمي مصريات عليه ما جاب نتيجة. يا خي فريد ماله عزي، لا تقول لي عنه. يا فريد يا حبيبي ما حنلعبه لوحده، ما حنلعبه مع العراب ومع حبوب. شو شبك؟ تريانجيت طبعا. تريانجيت ولو معقول نكر ضربة ثانية. ايه تريانجيت. خلص إذا تريانج أنا قبل ما خلص ولو لعيونك. صباحو علي فريد. أهلين. مين هيدي؟ واحد كرودي بالحاي. شيء؟ اعطيه على طوطه، هذا واحد انا بتضايق منه مصاري. منيح اللي بعده عم يحكي معك كمان. والله ما خافش. ليه؟ لي بعدني عم بحكي معه. شو هالعالم هيدا؟ ليه شو اشبه؟ اخذنا منه قرشين امسانه، كل ما بيشوفني بيقول لي وين مصرياتي؟ معقول واحد ما في الواحد يتضايق مصاري من حدا؟ لا معك حق، العم شو بلا ذوق. طب احكي معه بالمره. ما خافش تسمن. ليك هلا في حصان اليوم بده يركض لوحده. عارف كيف؟ اسمه طير الوروار. طير الوروار؟ بس شو حصان؟ طير الوروار؟ لك شو حصان؟ أول مرة بسمع فيها أبو صبحي. هو أول مرة بده يركض الجمعة. كراك يعني؟ شو كراك؟ بيمشي عروس حوافره، كأنه طاير طيران. هيدا على المشي. هيدا اللي أنت ضامنه؟ طبعاً. كل عمري بقول أنا اللي جبتي وأنت على المبنى. لا يا خيي، أنت أنا اللي جبتي وأنت. لا أنا اللي جبتي يا أبو صبحي. لا ليك ما تعمل لي قصة. هاي بعمري. مرحبا يا أودي. أهلين عباس. أهلين عباس. كيفكم؟ كيفك حبيب قلبي؟ ماشي الحال تمام. ليه عم طلعت؟ عم بلعت لانه رحنا جبنا الغرض. جبت المباري؟ لك جرسنا. شو جبت المباري مع جبت المباري مع عباس؟ خشت علي صوتك اخذتهم. ما عرفت نعمت اني اخذتهم. ليه؟ بدي اقول لك اخذهم لحتى نلعب فيهم بالسبب. لك خلص صرت بعيد عن البيت هلا. شو ضروري تخبيهم؟ ليك معلم شوف فرجيني شرك يا حني هول حيلي. طبعا شي خرندعي. لك اي خرندعي هول عيار 21 هول. هلا فات لشوف عمالك. ليك منا شو عم تعمل؟ عم بشوف اذا هول نحاس او تنك. ها
ولا لا مبايع علي هون هول دهب بدك عم تبلفني ولا عباس؟ لك ما عم بلفك، هذا دهب مزبوط، هذا دهب مزبوط. ليش قلت بتعرف الذهب انت؟ خيي له حيفحصه، هو بده يعمل مسؤوليته. العفو يا اخي، انا بعرف بالذهب. شو لك بالذهب انت؟ انا بعرف بالذهب ولا بضهب؟ انت انا كل القصي والمباريم تاع امي لهون بيوصلوا بالذهب. اجيب لك شيء مبرومي من تاعون امك؟ رح اجيب وحده مبرومه حيه خليها تلف عراتك. عراتك انت بدك تاكل؟ لا لا يا شباب، يا خي روح عبادكم، مالك سامو يا ابو صبحي. طيب طول بالك، له حق يفحص المباريم لانه هو بتحمل مسؤوليتهم. طيب هلا دخيلك معلم فهد. ايه يا حبيبي، هيدي هلا تعليمي مزبوطها ولو عباس ما عندي غيرهم. ها ابو صبحي ضمن لك اياها. هذا جايب لك هذا الحصان تير الوروار جاي عم بالك مقصل. هلا تير الوروار كان يركض بلندن. طبعا مين هو؟ تير الوروار على الاكيد يعني بيوصل بلندن عباس. طيب فهمت حاجه، هيك حديثك رطب عم تدفع لي تاف. المهم هلا دخيلك حطهم هون دخيلك. ها ما معي ولا قرش غيرهم. خلص بتجرسني نعمه. قول نغشك لك يا عباس. خلص هلا انا شو مطلوب مني اعمل؟ خلص اتركه. شو مطلوب مني هلا؟ هلا انت خلص، انت نحن بنهتم بالموضوع. مثل ما اني يعني رح نلعب لك اياهم على هذا الحصان. اذا بيصير عندك 10 مبارين لك يا عباس، انا ما اسمي فريد الرئيس، رح نقبر الفقر. بدك تقبره؟ بدنا ندعسه للفقر قبل. كل عمرك ادمي. انا كل عمري ادمي. انت وحدك ادمي يا عباس. عم لك ادمي شو بك انت اللي؟ بس هيدي ما منيحه منك، هيدي تطليعه الذهب وما الذهب تفحصنا. ماشي الحال كمان. هلا مرت لك يا عباس مرات. طيب بلفنا او شيء؟ طب حش تنزع علي. خلص يا خي كومبينا او شيء؟ يا كومبيني او شيء. خلص روح انت، عم بقول لك هذا الحصان جاي وانا عم بكتلك. اكيد الحصان جاي يا عباس. طيب خلص انا بتصل فيك بعطيك النتيجه. الحصان جاي على اكيد ولا عباس؟ طبعا. شيء انت اكيد راح يجي على هذا الحصان ابو صبحي؟ لوين؟ على السبق. ان شاء الله يجي على السبق. ليك كمضان هدي لي السلم. مهدى امن بلد، انا بدي هدي سلم بالاخرة. شو بصير لك بنقص منك شافي؟ انت بتعرف انا اذا قلبت هلا عم تقول لي مهدى بلد، اذا انا قلبت وصل لي شيء بيخرب البلد. فيك راح البلد. طب يلا بهديك. يلا بدي اسألك سؤال معلومات عامة. تفضل. بدخلك، المن بياكل الشجر ولا الشجر بياكل المن؟ لك اكيد المن لو الشجر بياكل المن ما كان في مشكل، ولكننا منرش. يعني احنا بس نرش بنرش للشجر ولا المن؟ منرش الشجر مشان اللي يروح المن. طيب ماشي الحال. لك وقف، انت هون وانا داير عليك. ايه شفتك قاطع، شو بعمل لك؟ الله معك كوماندون. هلا عباس. اهلين عباس. لك عم صرخ وعم عيط جوا هونيك، ليش ما شفتني فايق؟ بلا شفتك فتلع جوا وضهرت ورجعت جيت من هون. طب ليه ما عيطت لي لاجي؟ شو اخو مرائي؟ شو اخو مرائك؟ ما فيني عباس كمان كل ما بدي اشوفك عيط لك. طيب شو ما عندي غيرك بالدنيا؟ طب هلا شو بعت وراي؟ انا بعت وراي؟ لك ايه انت بعت وراي، قلت لي عازك ضروري، بعت لي مدري مع مين مع هذا. مين بعت؟ انت بعت وراي؟ نعم. لك شو عم تعمل فوق؟ عم بقطف شجرة الفريز. عم تقطف شو؟ شجرة الفريز عباس. فريز على الشجر؟ فريز بيزرعوه بالأرض. أنا بزرع طلوع. لك كيف تزرع طلوع؟ ما بيصير تزرع طلوع. شو أخو مرائي يا أخي؟ شو فارق معك إذا طلوع ولا نزول؟ لك يا كومندان الفريز كل عمره والله ما أنت بتفهم بيزرعوه بالأرض. مزبوط، هلا صاروا يزرعوه فوق عم بيقولوا. شو بدك مني هلا؟ نعم؟ لك ليه عم تصرخ وتعيط؟ انزلعت فيهم أنا وياك. ما عم بسمعك عباس. طب انزلعت فيهم أنا وياك، ليش أنت عم تحكيني من فوق وأنا تحت؟ ليش عم بتشبر وبتقطع بالعقل وكل شيء؟ لك انزل. انزل عمي أبو رياض، انزل عم بقول لك. يلا انزل. اعطيني إيدك. يلا هضل. الله يسعدني عليك. فيك لأقول لك. لكن انت عمك ابو رياض. انا نازل. يلا انزل شوي انزل. نازل عباس. لا تطول بالك، ما بشايفك نازل. عملك انا وصلت شيء كمندان؟ روح شوي. اعطيني ايدك. وصلت شيء؟ لك انت يلا بعدك. اسمع لك. وصلت شيء؟ لك عمرك 90 سنه. 90 سنه عمرك، شو معربشك على الشجره لفوق؟ اذا وقعت شو بتصير؟ بتنزل باخر الدنيا بتبلينا. انا ما عمري 90 يا عباس. لك بتبلينا بلوي اذا وقعت. فوت لجوا. ما بدي فوت لجوا، شو بدك مني هلا؟ ما عاوزك بشيء. بشيء شو؟ خير بقى تفضل. لا تخبر حدا. ايه انا دبرت لك شغل. لمين؟ لإلي ولا للكومندان؟ شغل لإلي؟ أنا بقى بدي شغل أكتر من أنا فيه؟ شغل لإلك طبعاً. شغل شو؟ بالتلفزيون. هاهاها. إيه عباس؟ كاميرا خفية كل شيء. ما إلي مصلحة. كاميرا كشي. ما إلي مصلحة. ما لك مصلحة؟ لا ما بدي. والله؟ شو بدي أشتغل بالتلفزيون؟ شو كاميرا خفية؟ بدو يعملوا فيك ضرب وتقبض لك قرشين وبيمشي الحال. أيوة ناقصني ضروبي على الضروب اللي أنت عم تعملها فيي. ليش شو في شو بصير لك؟ هيدا المخرج أرناطيوس؟ لا هو اللي ما رياقص. ايه رياقص. ايه لقص. هلا ساعه لقص ساعه رياقص، شو اللي بيعلق؟ ما بدي اشتغل يا خيي، ما بدي اشتغل خلص. انا ما اني راح اقبر الفقر الاحد. ليش شو عندك الاحد؟ شو مين قال الاحد؟ انت قلت شو عندك الاحد؟ لا ما عندي شيء الاحد. كيف بدك تقبر الفقر يعني؟ في واحد مبين مني مصاري راح يجيب لي اياهم الاحد.
واحد مبين منك مصاري؟ ايه بده يجيب لي هون لحظة. عم تبرمها براسك ما عم تبرم؟ لا ما يعني بفهم منك ما بدك تشتغل. ما بدي اشتغل. ليش انت ما بتطلع انت بالكاميرا الخفية وتاكل ضرب؟ انا بدي اطلع بالكاميرا في خفية يا عبي. الكاميرا في كاميرا خفية. انا بدي اعمل الخفية. وخضت انت مصريات. ما فيني اطلع انا. يا اخي ما بدي اشتغل. انا كهل. اصلا عمك ابو رياض مش بحاجه لمصاري، انت اللي لازم تدبر شغل. لحظه، قال كلمه كبيره. شو قلت؟ انا كهل. شو كهل؟ ها يعني اصغر من عجوز. والله يعني معمر. انا عباس معمر. معمر. ما فيني ما راح اشتغل. ما راح اشتغل. لا بتعي. ما راح اشتغل. ما بدك تشتغل. عد كلامك. وليه؟ عد كلامي. طالع لك ايدك عني. انا اخر مره بدبر لك شغل. ما بدي اشتغل خلاص. انا كل هالشغلات اللي من وراك اللهم عافينا فيها ما بدي فيها. ايه روح احي. الله يسعدك ويبعدك. هلا بعته رايك كرمال تلفزيون. ما بدي يعني كان عم بدبر لك شغل. حق علي اللي عم حط ايدي تحت بلاطه. يعني. ممنونك ممنونك بس ما بدي اشتغل. ايه روح صفي. كمندون صف معي. اطلع من بيتي. عم تزحبني؟ لا ما عم بزحبك. طيب فل من هون. كفي الفرازات. ماشي انت. ماشي بدنا نقطف هلا بعد في شجره الخاص. كفي الحديث. رزق الله على الجيل. هيدا جيل. هيدا بده يشتغل. هيدا الجيل. هيدا الجيل ما خرج شغل. انا رزق الله يا كوماندان. انا بس كنت بعمره لعباس كنت قد ما اشتغل كل شكل بالشهر كنت عامل 5 مليار دولار. 5 مليار؟ 5 مليار دولار. كنا نشتغل اول ما بلش شغل انا كنت 5 مليار دولار اعمل بالشهر. معقول؟ انت بعد 3 حلقات بك تخشخيش. والله وين تروح وحده بالزمانات واحكي له حكايه. ما خبرتها؟ لا ما خبرتني. اسمع لها خبرك بالزمانات كوماندان. ايوه سنه 21 ونيي كنا انا والسلطان بروناي نشتغل انا وياه بمعمل فحم. معمل فحم. اي فوت لقلك. هيدا معمل فحم مره انفجر فينا. كل الحق عليك. حاجته اللي حق علي. حق عليك انت يا ابو صفوان. لك الحق هيدا عجوك يا ابو عراج. ابو عراج هو اللي شده للحصان. اللي ما ليه ما برطلته؟ ليش ما حكيت معه كلمتين انت؟ حكيت معه كلمتين بس في واحد عطاه اكثر. والله؟ ايه طبعا. هني حق عليك. سود لي وجهي. الله يسود لي وجهي. انا بعرفه للحصان. انا شو بسوي هلا؟ يا خي شو بدك تسوي؟ شو بدك تعمل يعني؟ اذا اجى البطه هلا شو بقول له انا؟ يا خي ما نحن كمان خسرنا مصرياتنا. هو بس خسير. اجى. اهلين عباس. شو؟ كيفك؟ نقشت ايه؟ ايه عبد الله. يلا قبض. ايه معك شي 100 دولار لاخر الشهر؟ معي شو لاخر الشهر؟ شي 100 دولار؟ لشو ال 100 دولار؟ هيك ما والله من دقره معنا شوي. عم تمزح هلا، شو هالحكي بقى؟ قل لي شو قلي مصاري واعطوني حاسموني بقى. ايه حاسبه ابو صبح تفضل. صراحة يا عباس الحصان ضعيف. شو ضعيف؟ مريض. مريض صار معه ملاريا. ايه يعني؟ ايه ما ضربته يعني هيدي السنجابيل. ايوه شو السنجابيل وما السنجابيل؟ هذا مرض افريقي. خلص شو بدك انت؟ يعني والمبارين شو صار فيهم؟ برموا. ايه برموا لوين؟ برموا لفوا طريقه هون وراحوا على الصندوق تاع الصبر. يبرموا الحياة على رقبتك ورقبتها. هلا شو بعمل انا؟ خسرت المصريات يعني؟ ما نحن كمان خسرنا مصاري. نحن كمان خسرنا. شو يشبه؟ هل حاطط مبرومتين؟ حاطط مبرومتين يا ويلكم من الله. ايه معلش طول بالك. شو خصني يعني عم تحكيني يا عباس؟ شو كان بدي؟ مش انت دندلتني فيها هيدي القصة؟ انا ما لا مانع. مين مش انت حكيتني وقلت لي في حصان اسمه طير الوروار؟ بلا انا. مش انت قلت لي انه بده يركض بالسبق طير الوروار؟ بلا انا. ومش انت اللي اخذت مني المصاري وقلت لي رح يجي طير الوروار؟ لا ما انا. رح يجنني بيقول لي ما انا. شو بدك؟ ما اخذ منك مصاري، اخذ منك المباريم. لا قلت لي المباريم. روح عباس. يا الله شكوى. لا الله ما بشكي الا لا الله. انا فرجيك عند عمي. لا 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 عباس. لا عباس. انا فرجيك عند عمي. طول بالك. روح شوف لك مبرومتين لانه هيدا ابنه بده يركض جمعة الجاي. كمان الله لا يوفقك لا انت ولا هو بك. لك منعود لك يون. ليك انا فرجيك ابنه بعده كرك صغير. انا فرجيك. شو ليك كرك صغير بعده؟ ايه ايه بيركض. خل حق عليك. ولك لا الحق علي ولا شيء. امشي يا خيي. انا ام صبحي عندها مبرومي هلا بجيبه. يلا حط على عينه لهيدا. شرب يا تسلم لي. ماني عم بقول لك فهمني. لا اخ شو هالمصيبه اخ اللي وقعت فيها انا. يا سعد يا حبيبي يا تسلم لي. ما فهم علي. ايه عم بقول لك مع قرايتين خلص ما بنلتقى بقرايتين خلص ولو يا سعد يا تقبرني. اوكي حبيبي خلص بلاقيك تحت على الخمسة يعني. طيب يلا باي. شو يا سعد؟ طوفي لحظة تليفون. دولة الرئيس؟ ايه مين مين دولة الرئيس؟ هلا كنت عم تحكي مع دولة الرئيس؟ مين؟ عم تقول انت سعد؟ سعد؟ ايه سعد. لا ما سعد دولة الرئيس؟ سعد وقرايتين. لا لا هذا سعد بنوت. مين سعد بنوت؟ اللي عنده بيك اب. عنده محل خضرة قرايتين. سمعتك قلت كمان سيئة. ايه انا بدي قطفت الموسم تاع الفريز.
بدي علبتهم وبده ياخذ لي اياهم بالبيكا. طيب هلا اني واقع بمصيبي وما لي غير. تفضلوا. اجى عم ببوي وكانه باصق بوشه الشيطان. طيب مين لي غيرك؟ مين لي غيرك طيب؟ تفضل. نعم. ليش عم تبكي هلا؟ احتل علي فريد هو ابو صبحي. ليه؟ مش جديد لانه انت غاشي. بيعوني المبارين تبعوا النعمت. مبارين؟ الاساوير. اساوير؟ ايه بيعوني اياهم واخذوهم لعبوا فيهم بالصبا. لانك انت غاشي. طيب. انا 100 مره مفهمك. ما تسطع المبارين تاع زوجتك. طيب. ما تمشي ممشى فريد وابو صبحي. طيب خلص بطلت امشي هالممشى. جاي اقول لك هلا بخصوص الشغل اللي دبرت لي اياه وقلت لك لا جاي. حاي هلا جاي؟ هلا جاي لعندي بدك الشغل؟ طيب هلا ليه عم تشمت فيي؟ الله يوفقك. ما عم بشمت فيك. ما اسم الله عليك. ما انت على اساس بدك تقبر الفقر يا ابن اللورد تومسون. بطلت اقبر الفقر. ما على اساس نهار لاحد انت منك فاضي. انت لانه بدك تجهز الحصان تاعك بدك تغير له النعلات تاعوله لحتى تقدر يركب بالملعب تاع البولو. هلا شو عم تهتني هالهتي كلها هلا فوق حقي؟ لانه اذا اجى عليك نطفة غبرة دغري بغيروا لك الجاكيتات تاعولك البطلرز. عمي ابو رياض مقبولين منك كلهم هول اللي قلتهم. شو بقول له للمخرج قرقوشه هلا؟ قل له انه انا رجعت انه بدي اشتغل بهذا الضرب تبعه اللي عمله بلكي مطلع لي قرشين. الله يوفقك. اها توليت فل الزلمه يمكن ما بعرف او دبروا غيرك يمكن لاقوا عباس ثاني. بدك تطلبه الله يرضى عليك اطلبه. ما فيني اطلبه. ليه ما فيني؟ خلص لانه ما عندي يونيتس. لك شو بدك باليونيتس؟ اطلبه مني انا كان معي تليفون. اعطيني تليفونك. انا بامرك ولو بتوقف على يونيتس هي القصه. لا يونيتس يونيتس شو اسمه هذا اللي بيمسي حرام كيف مات. يونيتس شلبه. يونيتس شلبه. طيب خلص هلا خلينا نشوف. هات لندق له. الله يخليك كل عمرك ادمي كل عمرك. حفظت الرقم؟ لا ما حفظته. الو ايه يا حبيبي كيفك؟ ما المخرج أرادون معي. شو اسمك؟ لك شو أرادون؟ ايه ايه أورتانيوس. هيدا الشيء. ايه انت شو اسمك؟ خلص فوت فيه اخرى. دخلك هيدا البرنامج تاع الكاميرا كشي بعده بدك فيه؟ والله؟ شو؟ شو؟ شو مش الحال. والله. طب بعد بدك عباس؟ طب ما تقول له بعد بدك فروض عليه. عباس لك طلع ضغطي قل لي بقى. بدك ايه؟ ايه بدك ايه؟ طيب خلص لكن نهار الاحد. طيب كيف وين وليش؟ اها اها اها. طب خلاص. اها طب خلاص. طيب ماشي معه. طيب طيب لكن عباس بيكون عندك ان شاء الله. ايه اوكي. طيب يلا باي باي. عيلة كيف؟ شو اخبارك؟ ايه سكر بقى ما بقى معاه. طيب. عيلة كيف فتي على 100 خبرية. شو بدي اعمل هلا؟ عباس طول عمرك الله يخليك يا رب. شوف هاي ما بعملها لحدا. ها بتحبني انا عم بوطي من قيمتي انا ابو رياض منذر الريس. انت انت بقول له لمخرج شقفة مخرج هيدا. ايه هيدا مخرج قرقوشة انا ما بعرفه ما سمع فيه. انت بدك تقول لي مخرجين قول لي ناصر فقيه. ايه قول لي مثلا شو اسمه هيدا فرانسيس فورد كوبولا هول بعرفهم. والله عندك خبرة. خلص شو اسمه أرقدون نحلي او لك انا عارف من ساعة بتسميه أرقدون ساعة بتسميه أرقدونيوس. نهار الأحد. الأحد عندك شيء الأحد؟ لا ما عندي شيء فضي حالي بعد عندي شيء. الله يخرب بيت. ما عندك دولة بولو؟ ما عندي بولو. طيب بتروح لعند عند القهوة عرفتها القهوة؟ البلعة الطيبة؟ اللي بتطلع اللي بتطلعها. ايه يلي هي بتسق بكعب النزلة. لا كيف بتسق بكعب النزلة ما هي بتطلع. إذا طلعت له بتكون طلعت له إذا نازل زول بتكون نازل زول. لكن اللي بوابه حمر باب أحمر باب أخضر. يا عيني عليك عرفتها؟ عرفتها. بتوصل لهونيك. طيب. ما عم بقشعك لأنه فيك. طيب. بتوصل لهونيك عباس وبتفوت على القهوة. هلا أنت ما تستغرب. إيه. إنه تشوف يمكن ما في حدا بالقهوة أو شيء. إيه. عرفت كيف؟ لأنه هن بيكونوا مجهزين الكاميرات ومحضرين حالهم. وفريق العمل بيكونوا مخبيين وكل شيء. بدي فوت بشكل طبيعي أنا. فوت يعني. أنت بشكل طبيعي هيك على غشمنتك على سجيتك بتفوت. مقبولين. بتلاقي وحدة صبية قاعدة. أيوه. هلا أنت بتفوت وبتحشر فيها وكل شيء. إيه. وبيجي صاحبها وبيطرقك قتلة. بس قتلة. بس شو اسمه بنط المخرج بيقول لك كات وكل شيء وبصير تعمل باي للكاميرا وبتقبض القرشين النظاف. وبتتوكل على الله وتشتغل رقاصة. يطول عمرك. شو بدي اشتغل رقاصة؟ لو بتجي شو اسمه شو بتعرف شو. خلص يطول عمرك الله يخليك. انا الاحد رح كون بهذا الوقت ورح فوت واعمل اللي عم تقوله. ماشي الحال. وبس نخلص باي باي للكاميرا. وابيض وابيض ابيض وابيض. يطول عمرك. هيدا الميرسي لابو رياض. ممنونك انا يا عمي ابو رياض. هيدا الشكر كتر خيرك. كتر خيرك يا عمي ابو رياض. شو بدي اعمل طيب؟ عندك شيء هلا؟ لا شو بس فيك تنقل لي السلم تحط لي على شجره الخاص. انت ليه كل شيء بينزرع بالارض بدك تزرعه بالجو؟ شو اخو مرائي يعني؟ لا خل عني بقى دخيل جواك.
والكاميرا. هلا بيكونوا رائعين بشي زاوية. ها ها يا قبرني ما احلاك. بك شي مسيو؟ انا بني شي؟ انا رح يصير بني شي هلا بعد شوي. مو المعروف روح شلق غير محل. يقبرني المعروف اللي بدي اعمله بقى احلاه دخيلك. شو حاطه ريحه؟ بليز بعاد عني. بعاد؟ انا جاي لبعد يا حلو. يا مسيو حل عني. طولي بالك يا خيي. زيح من هون. انا بدي زيح. انا ليه انت بدك زيح؟ يا شو هالوجه هذا؟ شو هالجمال؟ شو لك تركنا هلا انت لحظه عم نكفي الدور. شو هال شو هالشعر؟ لك مين عامل لك شعراتك بي؟ يا استاذ لك مين؟ لك شو بيه انت؟ لك شو مين هذا؟ روح شوي انت. شو يعني مين فوتوا هذا الان؟ خلينا نحكي كلمتين. شو صحتك انت شو بقى؟ لك شو عم تطلق صحتك عم نحكي لشان؟ لك قول لك في كاميرا خفيه. روح شوي. لك الكاميرا بدي اقول لها باي باي للكاميرا. شو كاميرا؟ لك في كاميرا هلا هون. قالوا لي فوت عامل ضرب بالكاميرا ومن هذا. ما في لا كاميرا ولا شيء. لك طول بالك يا خي والله. واي 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 عم بيقول رياض عباس بدي اقول لك شيء. عم بيقول رياض لحظه لقطت انفاسي. شو بدك تلطط انفاسك؟ لقطتي على رقبتي وعلى راسي ما خلى في شيء. شو عم تلطقت؟ عم بلطقت انفاسي. شو صار عباس؟ منيح لحقتك. شو عم تسوي هون بالقهوه؟ ما حضرتك بعتني لهون على القهوه؟ بدك غلبطنا. ما قلت ما القهوه هيدي اللي قلت لك لازم تجي عليها. العم على هالخبرية؟ كان لازم تروح على قهوة زمهرير. ما هيدي هي قهوة تبع شو اسمها هيدي البلعة الطيبة. البلعة الطيبة. رجع قال لي المخرج أرقادون قال لي ما تجي لهون تروح على قهوة زمهرير. يعني أنا أكلت أكل بلوشي هلا. ضعيف مين هو؟ مين أنت يا ابني؟ كان قاعد عم بلطش له صاحبتي جوا. شو؟ يا عمي عم بلطش له صاحبته للزلمة؟ صار في سوء تفاهم عمي يا عيب الشوم. في عليك يا عبي. شو صاير عم تعرفني منك؟ هيدا انت اللي عم تقول هيك؟ ليش عم تتحشر بنات العالم؟ ما انت اللي قلت لي انه شو روح مشان الكاميرا الخفية وباي باي؟ ايه بس هون في كاميرا؟ اي باي باي. ما انت ما طلعنا بالغلط بالقهوة. شو خصني يعني؟ يعني ما في كاميرا خفية؟ ما في كاميرا ولا شيء. الله لا يكسب عدوي لك يا عمي ابو يا ابني.